السلام عليكم البنات، سمحوا لي رانا كندير المونتاج في واحد البلاصه ديال الوليدات الصغار فين كيلعبوا، لهذا غادي تسمعوا شويه الصدى. مهم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا لا فيديو. هنايا يلا فقت الصباح كنوجد البنيتات باش يفطروا. يارا كنفطرها بهذا السريال اللي فيه التفاح والبنان الليمون وفيه حتى الزرع، ما كيكونش حلو. هنا راه الوليدات ما تيديروا لهمش اليوم السريال اللي ماشي حلو. صافي راه كندير لها طبيسيره باش نوكلها. نور تاهي بغات كونفليكس عاد ديك الساعه نصايب ليا فطوري انا والحاج. هنا الحاج راه باقا عندي. كان اليوم هنايا الا كان عاقلين فاني هذا فيديو ديال نهار الجمعه الا ما خفت نكذب. المهم ما عقلتش. المهم الا كان كسكسو راه غيكون ديال نهار الجمعه. صافي نوجد البنيتات نحيدهم عليا نفطرهم وعاد ديك الساعه نشوف انايا. المهم ها هو السريال ديال يارا وجد كيعجبها الصباح تفطر هكا بسيريلاك. ونور مره كتبغي الباناكوك، مره كتبغي الخبز، مره كتبغي غير هكا كونفليكس. انا شاريه لها هذا راه صافي كمل سلاتو زوين فيه المذاق ديال العسل. تمي كتقيسيه كتحسي به كيتلصق. صافي درته ليها ودرت ليها معاه الحليبيه، كتبغي معاه الحليب سخون ما كتبغيش الحليب بارد. صافي درت ليها مع حليبه سخونه وعطيتها مشات كلات. مهم كنتمنى ان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بدوك اللايكات ديالكم، والا مازال ما انخرطت معنا تبارك على ابوني وتشارك معنا ودير الجرس اللي ما كيوصلوهاش الفيديوهات ديالي. تحيد الجرس وتعاود ترجع. اهلا وسهلا البنات، نهاركم مبروك ان شاء الله. عرفتي غدا دابا السبيطار اللي كانت زادت فيه يارا ما بقيناش كنهزوا لها الدم في يوتريخت ملي نقصلها كيف قلت لكم. دابا حنا غادا نديها هنايا لفالد هوفا، غنشد الطوبيس وغادي نمشي باش يهزوا ليها الدم. وبالنسبه لهذا الريزلت كيعطيوها ليا من بعد. عرفتي كنقطر باش واحد الفراشه داس من حدا وجهي. ايوا صافي غدا غير انا وياها كيف قلت لكم عيطت على الحاجه باش تجي قبل، حيت نور ممنوع عليها الدخول معايا البلاصه ديال لابوراتوار فين كيهزوا الدم. ممنوع عليها الدخول معايا، غيبقاو يقولوا لي خليها غير في الريسبسي على برا وانا ما نقدرش نخليها بوحدها. بقى صغيره. المهم البنات حنا انا غدا دابا للسبيطار غير انا ويارا. نور خليتها مع جدها. دابا نمشي نتسنى الباص غادي يجي من بعد 10 دقائق. لي دابا خصني ندخل. لقيت باقي الحال، خديت لي واحد العصير بما وصل الحال. المهم البنات انا راجعه دابا للدار. صافي دابا هي دايخه بالبنج بنجوها. حيت مسكتاتش ليهم من البكا، شوف راسي تشكك عليا. مسكتاتش ليهم من البكا وداروا ليها واحد البنج. شنو هو البنج؟ وهو واحد نسبري يعني واحد رشاشه نيفها باش داخت شويه. راه باقا دايخه مسكينه. صافي قالوا لي بقاي واحد 10 دقائق تنشوفوها. بقيت واحد 10 دقائق ودابا قالوا لي صافي يربيها الا فاقت صافي عطيها ترضع وصافي. انا غادا دابا للدار بنتي جاها الجوع. عمتي ما عرفاش شحال البوطه ديالي. ايوا طلعت جديد ما عرفتيش خليها انا قريبا نجي. صافي قولها تصبر تجي تنجي. شنو نقول لكم البنات بقى عندور. تصوروا جيت من السبيطار مشيت للدار وجدت عمتي ونور شي حاجه ياكلوها في الغداء. خرجت انا ويا راه غاده تقديت انا صلطة نوريكم وعاد غنرجع نطيب العشاء. عرفتي تصورت 32 درجه وسناء كدور كنقطر بحال المنازل مني. عرفتي شنو الماء المنازل مني. يا راه معايا كانت من جاي الله فاقت بغيش نخليها لعمتي حيت غادي تحيح عليها. خليت معها عنور حيت دابا مخرجاها لهذا البلاصه الالعاب اللي قدامي وغادي نديرو جايه يا رب البكا. قلت لها خليك مراقبه عنور انا غندي معايا يا رب.
صافي وكلته وكنديتها معاه. كل مشاعر غير غتجيبها لك وجهها تاني. إذا بيك يدور الكون نبغيك يما الشمس يما خاتيني هينا إيش اللي بديش ماما I love you ماما. شوفوا لي يا عرف واش كتاكل الخبز ولا تاكل شي كوكية. انا كنهز هكا كنخشيها تحت الدوش. البنات هنا درنا واحد الحريشه نشرب بها اتين وعمتي، درت فيها غير السميده، درت فيها الزيت الملحه خميره الحلوه، ودرت فيها دانون مسوس، زدت فيه شويه الماء حتى ولا الشكل ديالو بحال الحليب صافي، زدت كاس ديال الماء وخلط صافي، والعسل زدت واحد المعلقه ديال العسل صافي. دابا هنا خليناها حتى تشرب وديك الساعه نطيبوها. حسرانك يا دنيا فيك حكاية وحكايات زميني وقاضي حدايا وحكيهم مني بثبات، ليش هكذا حقدة والسمية ضلي تبدلي في الصفات، تلعبي بيا ولا معايا جاوبيني على شهاد سكات. بريكة اللي درنا في الجريدة دابا انا وحماتي هالحريشات يا اتاي من عناع، حضرنا براد كبير والله الا عاد قاد بدرنا بريريد على قدينا وياها وصافي، حطينا فرماج العسل ايوا هادشي كامل اخوتي. ايوا سمحوا لينا حقكم في الجنه البنات. يا ولا معايا جاوبيني على الشاد سكات، قالوا لي عليك مسرحيه وانا المسرح اسكن لي في الدات، والتذكيره خلصت غاليه ديت معايا شي وردات، دخلت للقاعه صافقوا عليا طلاصي. هنا بنات هاي الله سلت القريعه ديال يارا، صراحه ما عنديش الخضره ما عنديش خيزو باش نزيدو معاه، درت لها غير القرعه بوحدها، غادي نطحنها لها ونديرها لها في القريعه. ديما انا من نهار كنت شريت هذا ما بغاتوش ليا، ما كتبغيش ليا هادشي ديال الزنقه، غير رميته والله الا غير رميته. هذا كان فيه يمكن البنان ديسير كان فيه وما بغاتوش ليا، ما بغاتوش كنت عرميته، كنخلي هادي يمكن نعقمها وكندير لها فيها الماكله ديالها كنديرها في الثلاجه. وبالنسبه لينا حنايا ها هو الكفتاره طابت مع البصله والفلفله، عاد غادي نزيد عليهم لاصوص وغادي ندير سباكيتي دابا طيب. يلا قصوا صحتكم سباكيتي ان شاء الله. سباكيتي يلا صحتكم. كملنا العشاء دابا جمع الكوزينه، درت هاد السريبتات في زعفيل. شنو كيبقى ليا ديما خاصني كندوز اسبيراتور في العشيه، ها انتما كتشوفوا الماكلة ديال نويويرة ضروري كتكون طايحة شي حاجة. هاهي كل صباح وعشية سبيراتو، شكون بحالي البنات الشطا في الصباح وفي العشية. دابا تعشينا هنايا البارح وجبت الليمون ها هو لتحت. الليمون وراجلي تا هو مشى جاب بنان وليمون اليوم والزرع،
لينا اللي مورا كيتعاشر وكيصبر البنان دابا يخسر. قلت لي غنديروا لكم في الشوايه تاكلوه دابا باش يتقاد دغيا ونسربيه لكم مع اللحم. ايوا هذا اللي كاين. المهم وجب الزريعه دابا نعمر شي كويساتي ونخرجوا على برا. شتاي انت واش قهوه؟ بغيتي قهوه؟ بغا والو اختي ما يبقى داخل خير. وي يا امي الحلوه ناكلوا منها ونسدوها. يلا سدها باش ما يشوفوها. اش بغيتي تاتي الحلوه؟ اشنو بغيتي؟ ديري سكاتك يلا ديري سكاتك. اه راس موصى ديري لها سكاته في فمها عمتي. ما حطينا الديسير حطينا الزريعه المهم داكشي اللي عندي في الثلاجه راه حنا حطيناه مع هذه النقب والزرعه تيظلم الحال ثاني. الريح سخون الريح سخون. واه الناس ظلام الحال كنا ندخلو صافي بقات تدور علينا دابا شني ولا قلت لي يلا نهربوا يلا ندخل. عمتي دخلت تصلي العشاء وقيلة وحنا عاد غادي نمشيو نجمع هاد الطبله وهاد الزباله اللي درناها.